السلام عليكم ومرحبا بكم. احنا مازالين في التغطيه الخاصه بمعرض المغرب لصناعه الالعاب الالكترونيه هنايا مدينه الرباط العاصمه، واليوم ضيف هذا العدد والحوار الخاص هو محمد لوريكي، واحد من قدماء الجيمرز ستريمرز وكذلك صناع المحتوى. سي محمد مرحبا بك. الله يبارك فيك، شكرا اسامه على الاستضافه ومرحبا بمشاهدين قناه ميدي ان تي في. كيداير لاباس عليك؟ مزيان لاباس الحمد لله ربي يخليك. هذا حدث كبير، هذا واحد الانجاز ممكن نقولوا تتويج، لا كوميونيتي كامله كانت كتسنى هذا الحدث منذ سنوات وسنوات. واش ممكن تحدثوا على احتفاليه، على مهرجان، على سابقه؟ الصراحه كيف ما قلت انا متفق معك اسامه ان هاد ليفينمون هو واحد تعطش للناس ديال الجيمين اللي كنا كنتسناوه من سنوات. سورتو دابا حنا كنعرفوا ان الكوميونيتي ديال لي جيمرز هنا في المغرب عندهم واحد الموهبه، عندهم واحد الحس الابداعي في هاد الصناعه هذه، وهذا المعرض كنشوفوا بانه غادي يكون فرصه للشباب باش يقدم احسن ما عنده ويثبت بان حتى العالم العربي اللي منه المغرب حتى هو عنده البصمه ديالو في هاد الصناعه. تسريتي شويه في الارويقه ديال المعرض، شنو عجبك شنو ما عجبكش؟ عاود لينا. اكيد ان درس تور زعما هادشي الصراحه المغرب طلع النيفو بزاف، لانه لقينا دي ستوند اللي غادي نلقاو فيهم واحد الناس اللي غادي يواكبوا الشباب باش يوريو زعما كاينه هاد الصناعه كيفاش كتبدا وكيفاش كتسالي ولا كيفاش غادي يكون واحد التاطير ديالها والتكوين عاوتاني. وفي حالتي ما عندك حتى شي مشروع كاينين حتى البنوك حتى هما اللي يقدروا يدعموا لك هذا المشروع هذا. اما بالنسبه للمنصه عاوتاني ديال الاي ليغ او لا الارينا واعره بزاف زعما سي دي جامي في اول مره كنشوف شي عالمي ممكن نقولوا نيفو طلع عجبني بزاف الحمد لله. المغرب غادي فواحد الدائره زوينه. بالنسبه للناس اللي مازال ما جاوا للمعرض ولا ما عارفينش بالضبط المحتوى ديال هذا المعرض ولا البرنامج ديالو، فكاين اطلس ارينا اللي هي واحد المنصه كبيره بمعايير عالميه ديال البطولات ديال التورنوات كما كنقولوا في المجال ديال الجيمين. كاين واحد الفضاء الخاص بالريترو جيمين في لي زاركاد وفي هذاك الشيء كما ينبغي كما كتبغي لا كوميونيتي. وعاد بطبيعه الحال كاينين موائد مستديره والبلاصه ديال الندوات ديال لي ماستر كلاس، وكل واحد في لو ستوند ديالو كيفسر العطاء ديالو والدور ديالو في المجال ديال الجيمين. دابا سؤال مهم محمد لوريكي، واش كتشوف ان المجال ديال الجيمينغ هوايه ولا مهنه؟ انا بالنسبه لي هما بجوج، لان الا ما كنتيش كتحب هاد الصناعه هذه فما يمكنش من بعد تقدر دير فيها شي حاجه، لانه اتخافير. واكيد ان كاع المشاهدين اللي كيتفرجوا فينا دابا عندهم واحد تاريخ مع شي كونسول، هذاك التاريخ كيخليك تحبب هذيك الصناعه من بعد ملي كتولي تقرا عليها ولا كتعرف ولا كتفهم فيها. من بعد اش كتقول لا حتى انا ما مصوب شي حاجه ديالي وندير البصمه مثلا في هاد الصناعه ونخليها مثلا كتذكار او لك تاريخ عندي. بديتي بالهوايه ولكن ولات المهنه ديالك؟ اكيد انا الهوايه بدات من الصغر. جو بلا فامي كوم كان هو اول كونسول ديالي ديك الساعه فاش كنت صغير كنجيبوا لي الواليد، ومن ثم بدات الهوايه ديالي في هاد المجال ومنه تعرفت عليه بزاف الحوايج. دويتي على كل واحد، قلتي كل واحد عنده تاريخ وقصه مع لي كونسول ومع لي جو فيديو. بغيت اليوم تفسر لينا شويه المسار ديالك في عالم ديال لي جو فيديو. انا عارف عندك واحد الهوس بباتمان ما عرفتش مازال ولا لا، وبسوبر ماريو. دوي لي على ليستوريك، عطيني المسار للباركور. واخا كيف ما ذكرتيني سوبر ماريو كان هو اول لعبه اللي لعبتها في الفاميكوم. It was my last game and ماشي last game my first game voilà my first game on my first console. داكشي علاش كيبقى عنده واحد الحب سبيسيال فوالا خاص كيبقى عندك اشاك فوا كتشوفه كتفكر كترجع الزمن لور. سي تون ماشين اطون اللي هي غراتويت دونك ملي كتشوف داكشي كترتاح ديني، علاش كتفكرك بواحد الجيل للاسف ما كنشوفوش مثلا في هاد الشباب، ولكن بفضل المعرض دابايا خلانا نفتحوا على بزاف الاجيال سواء الصاعده والقديمه، وكنحاولوا ندمجوهم بيناتهم باش نعطوا واحد الكوكتيل زوين. يعني انت اكثر ريترو جيمينغ كو جيمينغ؟ انا لي دو، انا بديت دابا
personnellement انا ديجا كوليكسيوني دي ريترو اللي عندي دابا من ا تال زد عندي دي جو ولا دي كونسول دي كونسول اي دي جو عندي مثلا في هذاك الشيء القديم في سوبر نينتاندو عندي ستريت فايتر 2 تيربو عندي عندك سونيك عندك سوبر ماريو عندك دارو الميغا دريف عندي كاع دوك لي كونسول دارو اي شيء دابا الناس اللي كيتفرجوا فينا راه فرحانين حيت كنذكروا هاد الاسماء وهاد لي ريفيرونس لانه راك عارف قليل فين كنهضروا على هاد الشيء في التلفزيون في الاعلام عامه اكيد وهذا هذه فرصة نيت باش يحسوا نيت بداك الشيء تاع حنا اللي حاسينوا في هذا المعرض هذا لانه كيف ما قلت لك انا اترافير هذه الاكسبيريونس كامله من الصغر حتى لدابايا عشت بزاف ديال لي كونسول دوزتهم باقي نعدي لحد الان دي جو اللي هما ساكري بالنسبه لي وكانوا السبب في تكوين حتى لا بيرسوناليتي ديالي. السؤال لوريكي واش هاد لي جو اللي هما ساكري وبزاف ديال الناس كيقلبوا عليهم واش تقدر تبيعهم شي نهار؟ ما يمكنش تخليهم ذكرى هكا سوفونير سوفونير تتموت معاهم ولا يموتوا معاك لانه هذا هو الشغف هذا لانه ما عندهمش ثمن فهمتي دونك ما يمكنش لك انك تديرهم البيع ولا شي حاجه من غير الناس مثلا اللي كيكونوا حتى هما عندهم نفس الباسيون ولكن كيكون عندهم حتى هما شي دي جو كتقدر دير ايشونج اما باش تقدر تبيع كتحس براسك بحال كتبيع شي طف شي حاجه شي حاجه منك انت هذا المعرض للتذكير فهو تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وهو من تنظيم وزاره الشباب والثقافه والتواصل وهذه اول دوره وهذا يكون موعد سنويا ديال لا كوميونيتي وكاع الناس اللي نشطاء ومولوعين بالفن ولا بالعالم ديال الجيمنج واش ممكن محمد لوريكي تفسر لنا الفرق اللي كاين بين جيمر وستريمر الوغ جيمر هو سي ان بيرسوناج اللي كيلعب بينه وبين راسه اللي كيعيش ديك اللحظه هو وراسه وكيكون شاغوف بكاع الالعاب اللي كيخرجوا اولا كيحد كاع الالعاب اللي باغي مثلا يلعب فيهم يعني سي ان فري جيمر كيشد ان جو ولا كيخرج ان كونسول كتلقاه شاري ستريمر سي لا ميم شوز بلوس كي بارطاجي مع الناس ان داك اللعب كيفاش كيلعبوا ولا كيفاش كيحدد اللعبه اترافير واحد مباشر على لي ريزو سوسيو يعني كيبارطاجي اللعب ديالو لا غير اوكي اللقاء ديالك مع تاكايا ايمامورا اللي كان في هذا البلاطو وقيلا قدرتي تسيني لو ليفغ ديالك فسر لي شنو كيمثل لك هذا الشخص وكيفاش حسيتي ملي تلاقيتي معاه صراحة هاد المعرض عطانا هاد لوبورتونيتي اللي زعما كاينه زوينه اننا نتلاقاو مع هاد ليجوند في نينتندو لانه تبارك الله خدم مع نينتندو اكثر من 30 عام خدم في دي جو واعرين ساكري بوغ نو حتى هما يا سي ان ليجوندير بوغ نو الاحساس اللي انه كيسيني لك واحد لو بو زعما سا فاسيليت واحد الكوميونيتي بعيده في لو جابون ولا في لاشي قربات لك ان داك الحلم كيتحقق لك وانه كتشوفو اون بيرسون كيسيني لك سا سي دي جامي في الصراحه هو عارف جميل شنو المشاريع ديالك في عالم الالعاب الالكترونيه بعد المشاريع ديالي ان شاء الله اللي جايه في الطريق هو غادي نرجعوا شي شويه ديال الريترو نحسوا عاوتاني الناس ديال الجيل الذهبي يعيشوا عاوتاني هذوك اللحظات وغادي ندويو عاوتاني حتى على لي ريفيوز مثلا كيفاش كنا كنلعبوا شنو هما الاعاقات اللي فاش كنا كنلعبوا في لي جو قدام كاينين بزاف الحوايج غادي نبارطاجيو ان شاء الله في الايام المقبله بموضوع هذا الشيء ديال الريترو وحتى الجيمين ان شاء الله بالنسبه لتسكين نوفو ولا في عالم توسكي هاردوير اوكي شكرا بزاف محمد لوريكي اللي عطيتينا شويه من الوقت ديالك كلمه او رساله توجهها لا كوميونيتي واي واحد شاب او شابه مهتمين بعالم الجيمين اي واحد صراحه عنده شغف بعد الصناعه او بالجيمين كننصحوا انه ما يلاشيش فيها لانه كتبقى واحد التاريخ منه وكل لعبه وانا متاكد ان اي كونسول دوزو ولا بي سي كيف ما بغى يكون جيمر عنده واحد التاريخ يحافظ عليه ما يضيعوش واخا يقول لها راه قدام ما يجي واحد الناريات يتفكرك في شي حوايج دوزتيهم ما غاديش تعيشهم بحال الوقيت اخر سؤال سوبر ماريو ولا باتمان باتمان جاوب شي برافو عليك تبارك الله عليك محمد لوريكي ونتلاقاو في على ديجيتال وعلى
وفي تظاهرات مستقبليه اخرى. وصلنا لنهايه هذا اللقاء الخاص اللي على هامش تغطيتنا لهذا المهرجان وهذه السابقه وهذا المعرض الحدث معرض المغرب لصناعه الالعاب الالكترونيه. شكرا على المتابعه ديالكم، شكرا على الوفاء ديالكم. التغطيه ديالنا لهذا المعرض مازال متواصله في الفقرات المقبله وفي النشرات المقبله. تهلاو في راسكم بيناتنا ميدي ان تي في وبيناتنا الجيمنج.